يلا بدينا نبلش. صينية دجاج المسخن، بدنا دجاج مقطع أو كامل، بصل مقطع جوليان، بدنا دبس رمان، بدنا عصير ليمون، بدنا زيت زيتون، بدنا زيت نباتي، بدنا ملح، فلفل، كمون، كركم، بهار مشكل، هيل مطحون، وسماق. يلا بسيطة وسهلة زي ما احنا تعودنا. بدنا نحاول نستخدم مكونات المسخن ولكن بشوي من التغييرات اللي ممكن احنا نتبعها، وبدنا نصبح على كل رعاة مطبخ يوم جديد اللي دائما بنكبر فيهم وبنكمل معاهم الطريق، وبنبدأها كالعادة بجلافز المطبخ من الشركة الإقليمية التجارية والمطبخ السرح المرح من شركة معدات للمطابخ. يعني أنا ضعيفة وأنا بركض في المطبخ مطاردة أنا رياضة. يلا يا أمل معاكي احنا، ورح نبلش نعمل خلطة للبصل وخلطة للدجاج. طيب منصبح على كل الأشخاص اللي عم بتواصلوا معنا على الفيسبوك، بس إذا سمحتوا تحطوا لنا أرقام الهواتف بأسفل الشاشة. فادي أبو الليل صباح النور، رما سعودة بحكينا فادي في الصباحات المزدحمة بالأشخاص والمليئة بالنعاس هناك صباح الخير، واحدة تجعلك دائما تستيقظ بنشاط. يا سلام. ورجاء بدوي بتصبح علينا وبتحكي لنا صباح الخير. أم رعد الرواش، وليد العباسي، وأم أحمد بن ياسين، وأيضا أم حسين العبدالله بتصبح علينا وبتحكي لنا صباح الخير. انشراح الحباشنة، غادة عودة، والجميع. أوكي. طبعا عاصفة الشتاء، تعرفوا مش اليوم اسمه، وفعليا مبارح أول يوم بالصيف، اليوم صحينا درجة الحرارة 18، شتاء كل الدنيا طقس. ماشي بالعكس، مش فاهمة أنا يعني إمتى بدنا نصيف. طيب ماشي يا أمر. هلا بدنا نعمل خلطة للبصل، رح نروح على الكسيح وناخذ من عندهم الملح والفلفل ونصبح عليهم أكيد، اللي دائما هم موجودين معنا بكل منتجاتهم الفخمة المرتبة، موجودة بكل الأسواق والهول سيل والسوبر ماركت الكبير والصغير، ويكفي بأنها بتلبي طلبات الجميع بمختلف الفئات. رح نحط على البصل، قطعناه جوليان زي ما احنا بنعمله، في ناس تقطعه مكعبات، قطعيه بالطريقه اللي بتريحك. بعد هيك حطت عليه ملح وفلفل، وكمان هيل مطحون، كركم، ثم كمون للنفخه، بالاضافه للبهار المشكل. اذا بدكم اغششكم الصح انا بحط بهار قدره. والله والله طعم يختلف تماما، مشان هيك بدوق المسخن، المسخن الاصلي مش هذا. اللي بدوق المسخن دائما بيقول لي شو حاطه، فدائما البهار كتير مهم. انا بحط بهار قدره، وهذا اللي حطيته مش بهار مشكل، هو بهار قدره. من وين بتجيب بهار القدره؟ في محلات، بس انا بجيبه خاص نص من حدا بوسط البلد، وفي حدا هون بشارع الحريه قريب منا. تمام. ناخذ اتصال علا. يلا يا مر. الو صباح الخير. الو صباح الخير، كيف حالك؟ منيح الحمد لله، انت كيفك؟ شو اخبارك؟ تمام، انا مشتاقيت لك. منوره يا كاتيا، منوره كثير الشاشه. حبيبتي حبيبتي، النور نورك. علا عملت لنا اليوم دجاج مسخن، مش مسخن الدجاج، فيعني بتحب التغيير؟ طبعا اكيد. يلا هي علا معك. اهلا وسهلا يا قمر، صباحك ورد. كيفك؟ شو اخبارك شيخ؟ يا هلا، ميت مرحبا. شو الاكلات الزاكي الحلوه هاي منك؟ الزاكي للزاكيين، تدللي. تسلمي لي حبيبتي. شوف بدي اسالك، امبارح عملت الشاورما. هاي الشاورما عاملة قصة على السوشيال ميديا، ها؟ كتير زاكية، مبين عليها من ريحتها زاكية كمان. والله هذا الحكي عند الزملاء، لازم تسأليهم. قولي يلا. حبيبتي. حبيبتي بدي أسألك، الشاورما هلأ بصير نحط عليها دبس الرمان؟ طبعاً. يا ويلي شو زاكية، إشي غير شكل. زاكية كتير، أنا جربتها مع الكبدة، بحطها مع خلطة الدجاج. أيوة. يعني بيعطيها طعم كتير زاكي بصراحة. إذا ما بدك روحي من الصويا صوص، حطي دبس رمان. هلا صويا صوص ما بزبط، اثنين مالح وحلو، فبتضرب معاك النكهة، يا هاي يا هاي. لا الدبس الرمان بحسه أذكى أنا، عشان هيك أنا بحبك زي زيك. وإن شاء الله صينية المسخن رح أجربها كمان. شوفي صينية المسخن هي كتير أسهل من المسخن الأصلي، المسخن الأصلي فيه قواعد وأصول، ولا واحد فينا بسترجي إنه يتعدى على أصول الأطباق التقليدية ويغير، بس هاي بده وقت كمان. سريع. سريعة سريعة. هلا بتشوفي. خلاص إن شاء الله حبيبتي، بالهنا والعافية يا أمر. يا هلا. هاي البصل كاتي. نفدنا خلصنا، وهذا اللون من دبس الرمان. صويا صوص احنا عملناها قبل هيك، صينيه دجاج ببصل بالصويا صوص، عشان تعرفوا اني انا ايش سباقه صراحه، بغير بس بالاسماء. يعني هاي شويه بدها ذكاء، بس هي صينيه دجاج ببصل بالصويا صوص، هاي صينيه دجاج مسخن مع دبس رمان، بس كتير طيبه. اوكي هلا الدجاج انا جايب الفخذ العريض، هذا الفخذ العريض انا شريت اطباق، اخذت منها الدبوس، سوينا لهم وصفه وزاد عندنا الفخذ، فاليوم راح نستخدمهم. اذا انت شو عندك استخدمي في البيت؟ اوكي تمام.
تمام. راح نحط لها البهارات نفسها اللي حطيناها بدون عصير الليمون وبدون دبس رمان، فقط مع الزيوت. معك يا أمر. بنصبح على عبد حردان بني صخر وحليمة الزيوت بتصبح عليها، مريم الخطيب بتصبح علينا، أم ينال، فيصل عمارات، أم رمزي، وأماني دحلة، زمان عنك يا أماني، نادرة قرقش بنصبح عليها، أم مالك الدعجة، هدى كريشان، أم غسان القرامسة، ونجاح عودة، كفاح عربيات بنحكي لها صباح الخير، وأم أو مش عارف الاسم، خلص ابعتولي بالعربي في أسامي. طب يلا ألو، يلا ألو، صباح الخير. أنا صباح النور. كيف الحال ستي؟ الحمد لله منيحة، كيفك انتي؟ كيف والله الحمد لله، هاي تمام الحمد لله. هاي شف علا معك. يا صباح العسل، شف علا، صباح الفل والياسمين، كيفك؟ هلا يا أمر، أهلا وسهلا ستي، يا هلا. منورة شف علا على التلفزيون. بوجودك ستي، شو الأخبار؟ صاحي بدري شكلك اليوم. والله مدارس، انت بتعرف ايش بقول. حبيبتي الله يقويكم، احنا عطلنا، احنا لسه بكره بنعطل. ان شاء الله يا قمر، ان شاء الله بيضلوا لك يا رب. حبيبتي الله يسلمك، هلا ست الكل، حبيت اتكلم عليكي. سلمتي سلمتي حبيبتي، اهلا وسهلا فيكي باي وقت، صباحك عسل، يا هلا. هلا البصل فيه سوائل، لما انا بغطي عليه رح تنزل سوائل البصل ويصير في عندي شو، رح يصير في عندي سوائل، اذا انا بسلم. حبيتي يستوي بسرعه، ايش تسوي؟ حط شويه ماء مغلي بزاويه الطبق، شويه صغيره مش كتير، وبعدين رح نجيب زيت زيتون على الوش، بسم الله، بهالشكل، وكمان رح اكسر حده زيت الزيتون بالزيت النباتي. اذا انا فرمت حبتين بصل وجبت صحن دجاج او حبه دجاج وطلعنا بطبق، تمام. بنحط فيها على الفرن، بتاخذ تقريبا 45 دقيقه مع التحمير، وبنقدمها مع خبز مشروح، خبز الشراك، تغميس بخبز عربي، اذا كان عندكم حجه او جده بالبيت تخبز لكم، يا سلام. ام ماجد مصلح بتصبح علينا، عيد الدراس فريال القصراوي، ام كنعان، ام رامي كنعان كنعان، وايضا يا مقسم الارزاق اقسم لنا من توفيقك ورضاك وتيسيرك لامورنا، فان لا حول لنا ولا قوه الا بك، هنيه امين. وايضا ريما سعودي حبيبه قلبي، وايضا ام نذير الخلايله، ام ماجد مصلح، زيد العبد الله، وحمد بني حمد. وين رايحه؟ بدي اروح اجيب الطبخه. يلا. طيب أم أحمد بني ياسين تقولك تسلم هالأيادي، دعاء الخصاوني، صباح الفل والورد والياسمين، فردوس الغول بتصبح علينا وبتحكي لنا صباح الخير. يلا الله يسعد صباحكم يا رب. لا. يلا مين بس سجل؟ صباح الخير. صباح الخير، كيف حالك؟ تمام الحمد لله، كيف حالكي؟ والله أنا منيحة، أنت منيحة؟ الحمد لله تمام، الله يستعد إن شاء الله دائما. كيف وصفة علا اليوم ما شفتيها تبعت الدجاج المسخن؟ ما شاء الله وصفات مجننة ما شاء الله. هيها معك علا، يلا حبيبة القلب، صباحك صباح الخير علا. يا صباح القشطة للستات النشيطة، الله يسعدك ما شاء الله، طفلك مجنن ما شاء الله. حبيبة قلبي من بعدكم، شو جربتي من عنا؟ هاتي قولي. والله كله. أوه، عاجب أهل البيت؟ الأمور تمام؟ أول تمام التمام، الله نفدنا يسعدك. يعني زابطة الأمور، الله يسعدك. نحب نحبرك كل يوم أحبك. إن شاء الله بتشوف الخير قدامك دائما يا رب. أهلا وسهلا وميت مرحبا، يا هلا. رح نروح نسوي بهالشكل، بس هيك نسقسق الخبزات شوي، إشي بسيط. تمام، هنروح نسقيها كمان مرة بهالشكل. اختاري نوع الخبز اللي بدك اياه، اللي انت بتحبيه بصير، كله بيزبط معك يا عمر. طيب يلا حبيبي. اوكي، منصبح على امل الكاتب ووليد العباسي وام ينال، سمية، محمد جبر بتحكي لنا صباح الخير، و فيصل عمارات، بيزبط مع خبز شراك؟ اه طبعا، اي شيء موجود نعمه وفضل. محمد الشريدي، ام احمد ياسين، عباس صلاح، ام محمد، و ايضا ام محمود ابو سعده، ووليد النمري بيحكي لنا صباح الخير، ام عاصم، خاطر، ياسمين الشرفات بتحكي لنا
صباح الخير. يلا الو لجين، صباح الخير. صباح النور، كيف حالك؟ والله الحمد لله، انا احبك كثير وانا بحبك اكثر. حبيبه قلبي. حبيبتي، شو الاخبار؟ الحمد لله. هاي علا معك. يلا صباح الورد، صباح النور والياسمين. كل هذا كله مع بعضه مره واحده. انا احبك كثير، انت حببتيني كثير كثير بالطبخ. يا حبيبه سلام. قلبي قديش عمرك؟ 12 سنة. من كتكوتة لسه الطريق قدامك. الله يسعدك. حبيبة قلبي يا هلا. أهلا وسهلا فيك يا أمر. قولي أنا معك. يلا يلا حطوا على الدجاجات. نعم طبعا، إحنا حمرنا ورجعنا نزلناه مع البصل عشان أنا ما بدي إياه يكون ناشف، بدهم يحمروه أكثر برضو كمان بصير. طيب بس جنب الخبزات بغمسوا هالولاد والسلام. ما كترتي سماك؟ سماك يعني هلا بحط لك على الوجه الدللي. انت جماعة السماك؟ انا بس بحب السماك. طبعا بس بقول يعني عطى لون، وانت مش يعني مشكله مع الدبس الرمان. مع دبس الرمان نعم صحيح. بدعتي يا علي. عمر طيب حلو بكاتي. شو بتعجبها الوصفه؟ بتضل ساكته 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 عندما تروح على البيت بتصور، وهذا نحن. لا بس جد هذيك اليوم سلطة الكنوة لذيذة كثير، زاكية مع ال ايش كان، مع البقدونس وشمندر. شمندر كثير زاكية مش شوي. صح على قلبي. يعني اي شيء مفيد الواحد كمان ما يبخل على قلبه. ودنيا صيف عرفتي يعني الواحد بصير يحب ياكل السلطة. صح، اول بالشتاء الواحد يحس برد انه ياكل. صح. يلا في معنا امل. الو صباح الخير. صباح الورد، كيفك يا اخت كاتي؟ حبيبه قلبي هلا بيكي، كيفك انت؟ منوره الله يرضى عليك، كيف صحتك؟ تمام الحمد لله، انت شو الاخبار؟ الحمد لله نشكر الله، تفضل من ربنا دائما. الحمد لله حبيبتي. هاي علا، اهلا وسهلا. كيفك شيف علا؟ شو يا هلا بست الكل، يا هلا. الله يرضى عليك. الله، اول شغله انا بحب عليكي اللون البينك. اللون الايش؟ بينك. اللون البينك. هلا على الفاظ بغير لك لينا فاضي دلل انت بس. عن جد عن جد لون البينك باخذ العقل عليكي. حبيبتي عيونك حلوه بتشوفني. الله يرضى عليكي. هلا امبارح عملت فيها الشاورما، بتصير نعملها زي الانشلاد اللي بالصينيه بتنمد ونحط عليها صلصه. ليش؟ المهم الطعم، المهم اللي بده يفوت بطني شو هو؟ اللقمه. كيف بدك شكلها؟ شكلها وانت ست العارفين. الله يرضى عليكي. اللي بريحك، اللي بيبسطك، اللي بيهنيك في مطبخك اعملي، لا تردي ولا حدا. اي شيء على ذوقك بيطلع اطيب بكثير لما انت تكوني مبسوطه فيه. هاي ناشفه ومش عارف ايش، فانا حبيت اني زي اعملها زي بالصينيه ومده وعليها صلصه. بصير يعني. هي كمان انا غشيت منك وصفه جديده يا امل. حلوه كثير. اسمها انشلاد، بتجنن زاكيه. بيطلع بجنن. هاي اكلات زاكيه هاي والله. ان شاء الله الله يعطيك الصحه، ضلك تسوي احلى الاكلات يا امل. اهلا وسهلا ستي، نورتينا. عملتي شاورما وانا مش مداومه امبارح والله الصراحه. شو الشاورما اللي عملتها؟ كاتي كثير عملت قصة. ايش المختلف فيها؟ ما بلف جروب للستات على الفيسبوك الا اللي عاملين شير للفيديو. هي كانت عباره عن دجاج وهيك فكره كيف نسويها راب بالبيت. وبعدين سويناها شيء زي فكره البوكس بس بالبيت. زي شكل كيكي. حلو. فاحنا يعني والله احنا انك دائما مبتكره، بنحب البساطه وبنحب ندلل حالنا. طيب غلط. هي المسخن، لا دجاج بالمسخن جهز. ايوه خلينا نصحى، انا عشان هيك خفت حدلت. فننتقل لوصفتنا الثانيه معناته. يلا بس نعمل لها برزنتيشن هيك سريع. يلا اعملي لها برزنتيشن. يلا هو المسخن اختي باب اللقاء للليمون. ليمون رح نحط لها شوية سمة عشان كاتي ما تزعل علينا. ايوه لعيونك تدللي بس. يعني هو بيجيب الطعم والسماق. والله صحيح. بعدين هذا سماق اجاني هدية عباب المؤسسة من ست جاي من عجلون خص نص عشان نستخدم السماق اللي من شجرهم وطحنيته هي بإيدها. الله يعطيهم الصحة. غير شكل طعم. والله. طيب تمام يلا رح ناخذ مقادير ل سلطة الفقوس. إشي كتير زاكي، في كتير ناس حتقول لك شو هذا فقوس، ما عمرنا عملناه سلطة، بس اللي بيدوقها مع جبنة الشلل المجدلة الله فخامة.